بهنا مضارع بسيط simple present مع imperative mood or command اللي هو فعل الأمر. وفي طريقة بسيطة كده لفعل الأمر ممكن أقول لكم عليها بسرعة، نشوف كده فعل الأمر ممكن نعمله إزاي. إحنا عندنا simple present هو first form of the verb، هنشوف نجيب الفعل مع الضمير يو كفعل أساسي ماشي، ونقول you study your lessons معناها أنت تذاكر دروسك. You don't waste your time. طبعا هنا احنا عارفين ان دي جملة عادية خالص او جملتين عاديتين تماما، اللي هما فيهم subject وبعد كده verb وبعد كده object، ودي subject verb object عادي خالص.